مساء النور عليك زميلي امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وانت طيب، عام سعيد، عام جديد ان شاء الله يكون عام كله انتصارات كله بطولات للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بمشيئه الله امير ان شاء الله باذن الله. فاروق، عايزين نتكلم عن كواليس ما قبل المباراه، اخر التطورات عندك ايه، استعدادات الفريق لهذه المواجهه؟ خليني في البدايه اقول لك يا امير، حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على فريق النادي الاهلي النهارده استعدادا لمواجهه الاسبوع الحادي عشر امام فريق مصر المقاصه. زي ما قلنا، حاله من التركيز من لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني على مواصله واستكمال مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري هذا العام وتحقيق الدرع رقم 42 مع بدايه السنه الجديده والعام الجديد. ان شاء الله يوم النهارده يكون مميز لفريق النادي الاهلي ويحقق الانتصار على فريق مصر المقاصه ويحقق انتصاره التاسع بمشيئه الله في الدوري العام هذا الموسم. كواليس الفريق امير النهارده، فريق النادي الاهلي كان تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30 ظهرا. حاليا في وجبه خفيفه بيتناولها اللاعبين، ثم المحاضره ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه 5:25 بمشيئه الله. مستر ريني فايلر في المحاضره طبعا هيعلن التشكيل وهيدي بعض التعليمات للاعبين على نقاط القوه والضعف طبعا في فريق مصر المقاصه، ثم هيكون التوجه بمشيئه الله عقب المحاضره الى ملعب النادي الاهلي واستاد النادي الاهلي اللي هتقام عليه المباراه بمشيئه الله. خليني اقول لك يا امير ان زي ما قلنا حاله التركيز اللي بتفرض نفسها على معسكر النادي الاهلي، يعني في ظل تلاحم المباريات والغيابات اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي، غيابات اخيرا لحسام لحسين الشحات وجونيور اجاييه اللي فضل الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الطبي ان هو يريحهم وفرض برنامج تاهيلي، ايضا غياب لرمضان صبحي، وايضا غياب لسعد سمير اللي بتمنى له كل السلامه ان شاء الله يرجع بالف سلامه لفريق النادي الاهلي. مستر ريني فايلر كان اعلن القائمه اللي هتخوض. اتفضل يا امير. سمعك اتفضل يا فاروق، سمعك اتفضل. مستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي كان اعلن القائمه اللي هتخوض هذا اللقاء، مكونه من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسه المرمى، خط الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم وعلي معلول، خط الوسط حسام عاشور، عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي افشه، احمد الشيخ، وليد سليمان، جيرالدو داكوستا، خط الهجوم وليد ازارو، مروان محسن، وبيعود من جديد صلاح محسن في خط هجوم النادي الاهلي. زي ما قلت لك امير، في حاله من التركيز، حاله من الجديه من جانب لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله لمواصله استكمال المشوار. يعني عايز برضو ان انا يعني ننقل الاجواء ايضا لفريق مصر المقاصه وانقل لك اخر استعدادات ايضا فريق مصر المقاصه لهذا اللقاء. كان فريق مصر المقاصه ادى مرانو بالامس على الملعب الفرعي للاستاد الدفاع الجوي. كابتن ميدو كان يعني عقد جلسات مع اللاعبين سواء على النطاق الجماعي او على النطاق الفردي، وبالتحديد يعني مع ميدو جابر، مع مصطفى شبيطه، مع بعض اللاعبين صلاح عاشور، من اجل الحث على تقديم مباراه امام فريق النادي الاهلي ويعني تعويض اللي فات. شهر يناير برضو يا امير لو هنتكلم على المباراه من لغه الارقام، شهر يناير هو شهر المواجهات الاهلي مع المقاصه دائما وابدا، ان شهر يناير بيكون هو لغه ارقامه دائما وابدا، بتحفل بالكثير من الارقام مع مواجهه الاهلي وفريق مصر المقاصه. اول مواجهه كانت ما بين فريق الاهلي ومصر المقاصه كانت بالتحديد 22 يناير عام 2011 في بهدف، وكان النادي الاهلي احرز هدفه محمد ابو تريكه. اخر اهداف النادي الاهلي يا امير كان احرزه وليد ازارو في اللقاء اللي كان انتهى يوم 10 ابريل الموسم الماضي بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. مواجهات الاهلي مع احمد حسام ميدو اربع مواجهات انتهوا تماما بفوز النادي الاهلي في الاربع لقاءات. النادي الاهلي احرز 8 اهداف في مواجهته مع ميدو، بينما هدف وحيد كان استقبله النادي الاهلي امام احمد حسام ميدو. امير انا معاك، لو في اي استفسار اي تساؤل انا موجود معاك. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. زميلنا العزيز